مزيان 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 مزيان. مرحبا مرحبا. مرحبا طارق السلامة. طارق السلامة. طارق السلامة. طارق السلامة. لا عندوش حاجة شي قضية. يلا. لا عندوش حاجة شي قضية. الاغراض ديالك الضروريه. شوف خلي الاغراض ديالك الضروريه وسير للدار. فهمتي يا شريف؟ خلي الاغراض ديالك اللي ضروريه والتزم سير للدار ديالك صافي. وسير للدار صافي صافي. يلا مرحبا مرحبا مرحبا. ديالك وسير بحالاتك صافي. ما تبقاش تدور لي هنا. خدي الغرض ديالك تقضي داكشي اللي ضروري باش تحمي راسك وتحمي ولادك صافي. ياك سيدي بالنظام وتكون واحد المسافه بين السيد والسيد الاخر اللي موراه. ما تخليوش داك الزحام بيناتهم وكل شيء يقضي الغرض ديالو ويمشي بحالاته. ودوك التجمعات ما عندنا ما نديرو بها. الله يرضي عليكم. راه السلامه ديالكم هي الاولى. واللي سال شي حاجه شي واحد شغلو كيمشي لدارو صافي. قالوا يا بنات
صافي وما كاينش حتى تجمعيه مع هذا ومع هذا دير لي انا الجوقه صافي اللي جاي يتقدى الغرض ديالو ويمشي واللي سالا شغلو يمشي لدارو ما يبقاش يدور هنا صافي قديتي المسائل ديالك يا شريف 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 الله يرضي عليك الله يرضي عليك السلام عليكم الله يرضي عليك بغيت تسالي شغلك سير للدار راه السلام عليك ولولادك صافي اسيدي خدي الشغل ديالك وسير للدار ما تبقاش دور هنا اللي درنا ديك النهار جات مزيانه يعني النظام تيكون بين المسافه بين واحد واحد كانت شي حاجه على التليفون ديالكم عندنا فهمتي حنا راه تندورو مره وكان شي حاجه عندكم شي حاجه ديال الجوع عندكم التليفون ديالنا اتصلوا بنا راه تيفتحين يعني المسافه تكون بين الشخص والشخص كيترو سميت يا كاش ها انت وقت البول بس حصلت شي حاجه اتصل بنا حنا نجيو ديك الساعه صافي ديرو شويه ديال التيسع واحد و... شوف اشر شنو من المحل واحد واحد يدخل عندك هنا وواحد يهز هذه قيصه والاخر قيصه راه تتوصل لسميت دير واحد المسافه بيناتكم دير واحد المسافه بيناتكم يلا ما تبقاش تخلي الناس مجموعه حداك هنا واحد بواحد اللي بغى شي حاجه تعطيها لي انت فهمتي اللي بغى شي حاجه يلا يلا السلام عليكم هاني يا سيدي هاني الله يرضي عليكم واللي ما عنده ما يدير يدخل دارو اللي ما عنده ما يدير يدخل الدار سير دخل الدار سير دخل الدار شوف الورقه ديال سميتو وشوف لي داك الاذن ديالو واش عنده داك الاذن ما عندوش شوف واش عنده داك الاذن الورقه ديال عطينا عطينا السلام عليكم عطينا ديك الورقه ديال الخروج سالتي الاشغال ديالك سير للدار ما تبقاش تدور صافي سيدي قضيتي المسائل ديالك قضيتي هذا سير للدار